السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله اليوم غادي نحضروا واحد الطبق اللي كيكون سهل مهل وديال الصيف وديال هاد الحرارة اليوم، لحد الحرارة المفرطة وما قديش ناكلو بزاف. نديرو واحد الطويج إن شاء الله بالكفتة مع لاصوص والبيض. هنا عندنا واحد نص كيلو ديال الكفتة، عندنا مطيشة وخلاص، عندنا البصل والثوم والفلفل زين الفوق الحار، عندنا البيض، عندنا التوابل. قطعت البصيلة وقطعت الفلفل على هاد الشكل هكدايا، نجيب الطاجين. حكيت مطيشة مقطعتهاش طريفات، نبداو ان شاء الله بسم الله على بركة الله. نضيفو عليها البصل، ثم باقي كاع ما هرستهاش نسيتها، نحطو الثومة نحكوها. نضيفوا عليها المعدنوس، المعدنوس راه عندي في الطنجره الطاقه باقي جامد، نحط فيه واحد الجوز صغير، ديروا شي شويه ديال الزيت، ديرنا الملحه شويه، الملحه شويه، الكمون، فلفله، شونيه، سكينجبير، فلفل اسود، كركم، شويه ديال القرفه، وهذه شويه ديال الزعتر، صافي شويه. من بعد تنحركوها ونديوها تقلى، تقلى مزيان ونحضروا الكفته. انا نرجع معكم ان شاء الله، بقاو معايا. بغيت نجيب واحد الطبيصه صغير، هذا مويان، نديرو فيه الكفته، ديجا راه فيها التوابل، فيها كلشي، نزيدو عليها واحد شويه نحكو عليها واحد جوج دروس ديال الثومه، تجيب الثومه زوينه رائعه هي ولا البصله، لكن ما عنديلاش بصلاي تما. والبقايا ديال التوابل القبيلات ندير فيها حتى زيت، شويه ديال الزعتر، بقايا ديال التوابل نزيد نضيفوها عليه، واخا فيها شويه ديال الطري ما عنديش، شويه الحار. صافي تنبقاو هنايا نكورو كويرات صغار، هانتوما معايا، بقاو معايا بد ما نكورها ونوريها لكم كيفاش. بسم الله، تقلى لنا السلة ديالنا مطيشة حتى تتقلى مزيان، نضيفو عليها واحد الكويس ديال الما، نخليوها حتى تغلى شوية، عاد نديرو لها الكفتة ماشي دابا، حتى تغلى مزيان وديك البصيلة كنزيد مطيشة لاصوص بزاف، حتى ديال البودر ما نديرهاش لها الكفتة زعما طبيعي. بسم
نزيدو عليها واحد شويه ديال هذا الفلفله، قطعتها على هذا الشكل الصغير، وحيت هي تتعطي واحد لا كولور زوينه احسن من الفلفل الحار، الفلفل الاحمر بول كتعجبني انا هذه، تعجبني ناتورال. قطعتها صغيره صغيره واخرى خلاص غادي نزوق بهذيك الطويله. بعد غادي ندير واحد الكويس ديال الماء بعد ما تقلات الماء مزيان، تشوفوها مبقاتش فيها حس الماء ديال الطماطيشه والبصله، دونك من تتنيب بحال هكذايا صافي تنضيف لها واحد الكويس ديال الماء. تنخليوها واحد شويه ونزيدو ليها كفيته، نزيدو دابايا الكفيته بعد ما تقلات شويه بعد ما طابت. نزوقوها بشوية ديال الفلفل هكدا كتجي زوينة بزاف. إيوا صافي، هدا هو الطويجان. بقات لينا آخر هدا عملية هي ديال البيض، بعد ما طيب مزيان ان شاء الله نمشيو نحضرو البيض. بعد غادي نفخصو عليها البيضات، ونرطهم يطيب. ها وصل عندي تبارك الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله رطب بزاف على الصوص ديالو. ايوا ها هو الطاجين، ساهل ماهل تحضروه في ساعة. وتنتمنى ينال اعجابكم، وتحياتي للجميع، مع السلامة.